السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم تغطية جديدة المكان معروف في المدينة المنورة. الحديقة هي حديقة الأمير محمد ابن عبد العزيز في طريق العيون الداخلي. طبعا عندهم فعالية جديدة اليوم حتكون تحت اسم المدينة بارك، حيكون فيها عدة مطاعم وكافيهات. طبعا الأماكن كلها مراقبة بالكاميرات وفي أمان عالي بالنسبة للعوائل اللي حتيجي هذا المكان وتزوره. حناخذكم في جولة سريعة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في هذا المكان، ونشوف معاكم هل هذا المكان يستحق الزيارة أو لا يستحق الزيارة. موعدنا معاكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، كونوا معنا على الموعد. لكن قبل ما حنبدأ هذه الفعالية وقبل أن نبدأ في التغطية الشاملة، حناخذ معاكم بعض اللقطات الجميلة لهذا المكان مع هذه الأركان المتواجدة، وحنكون إن شاء الله معاكم بعد الصلاة وناخذ معاكم الأركان ركن ركن، وحنشوف هل هذا المكان يستحق الزيارة أو لا يستحق الزيارة. كونوا معنا في التغطية اللي حتكون بعد الصلاة بحول الله تعالى. حندور على جميع الأركان وحناخذ الأسعار، وحنعرف هل هذه البراندات هي علامات في السعودية أو علامات عالمية أو أركان للأسر المنتجة. وبالتوفيق لنا ولكم جميعاً.